تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل ويا اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم برامجنا بتتطرق مواضيع صحية وطبية، وطبعا فقرتنا التوعوية اللي تعودنا أن نعطيكم كل يوم شيء جديد ويهم الجميع. بس بنبتدي أول شيء فقرة السوشيال ميديا ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. أسماء السلام عليكم. عليكم السلام، صبحت الله بالخير. صبحتم الله بالنور سرود الدكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. ننتظر فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. نحن حاليا موجودين دكتورة في موقع بنات المدينة. بنات المدينة هي يعني هدفها مثل تكون الفرق كلها لمدة أسبوعين يتواصلون مع بعض في مقر بنات المدينة، أن يوجدون حلول للتحديات للخدمات المشتركة، لأن في خدمات مشتركة بين الجهات الحكومية. صحيح. فبنات المدينة يقوم بأن يعني يتخطى كل هذه التحديات، كل يعني كل فترة أو كل دورة يجدون أسبوعين يطلعون الحلول، بعدين يعرضونها على اجتماع المدراء العموم. نعم. يعرضون عليهم يعتمدون ومدراء العموم يعطونهم الاعتماد أن خلاص الفكرة أو الحلول معتمدة عشان خلاص يجي تطبيقها. فيسوونها بشكل دوري يعني. ونحن موجودين حاليا اليوم، نحن في فريقين. نعم. فريق بيتنا المثالي ومبادرة ثانية، مبادرة الزواج اللي نحن نشتركها مع المحاكم والجهات الثانية المعنية. نعم. فهذا كله نحن راح نحطه اليوم، والمبادرات اللي نحن مشاركين فيها اللي هي مبادرة مثل ما قلنا بيتنا المثالي مع ديوة وقيادة العامة وبلدية دبي والإدارة العامة وهيئة الطرق. نعم. وخدمات الإسعاف والدفاع المدني، طبعا هيئة الصحة وتنمية المجتمع ودبي الذكية، نحن كلنا مشتركين في الخدمة. ممتاز. والخدمة الثانية، فكل التفاصيل إن شاء الله راح يشوفونها من خلال الستوري الانستغرام اللي نحب نحطها إن شاء الله. إن شاء الله. فنتمنى منهم أنهم يتابعونا على الانستغرام ستوري عشان يشوفون كل التغطية كاملة. إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق اليوم إن شاء الله في بنات إن شاء الله. كيف تكون حل المبادرات اللي تكون كل الكل؟ صحيح. يعني مو بالهيئة واحدة، يعني الأكثر من هيئة وأكثر من يعني من دائرة حكومية يشتركون في نفس المبادرة. إيه. الخدمات هاي تشوفون إذا في مثل تحديات أي شيء وخلاص يعني يتخطونها ويأخذون الاعتماد، والموضوع كله يستوي يعني كل. صحيح. هذا يستوي أسبوعين. صحيح. حتى تبادل خبرات أسماء، يعني هذا له دور كبير في تطوير الخدمات. صحيح. وبشكل سريع يعني واحد. صحيح. ما يصير ريا ويطرش ويميل لا كلهم موجودين هنا مدراء العموم ثم وشديهم يعطون الاعتماد، وهذا يدل على روح التعاون وروح يعني الفريق الواحد لكل الهيئات سواء الصحية. صحيح. أو نقول طرق المواصلات أو نقول الكهرباء والماء، يعني كلهم مثل يد الوحدة لبناء هذه المدينة وهذه الدولة. صحيح. أيضا كان في أمس على حساب الرسمي للمكتب الإعلامي. نعم. برئاسة حمد بن محمد وحبوب مجسوم بن محمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعتمد حزمة من المبادرات التحتية لتطوير منظومة التأمين الصحي في دبي، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية في الإمارة.
هاي من الأشياء اللي كانت موجودة أمس في قنوات التواصل الاجتماعي، وتم وهي التغريدة من المكتب الإعلامي حكومة دبي. ممتاز. أيضا سمو الشيخ حمدان محمد آل مكتوم في حسابه الرسمي قال ترأس اليوم اجتماعي المجلس التنفيذي إمارة دبي، واعتمدنا حجر مبادرات تحسين منظومة التأمين الصحي وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية بهدف تقديم خدمات طبية رائدة للمواطن والمقيم في دبي. هذا من الحساب الرسمي لسمو الشيخ حمدان محمد آل مكتوم. أيضا نحن مشاركين يعني خدمة مرشحة بالفوز اللي هي نظام تراخيص الأفراد، واللي هي ساهمت في زيادة 95% من نسبة رضا وسعادة المتعاملين لهذه الخدمة، اللي هي بسطت لهم من 6 خطوات خلتهم في خطوة واحدة في كل مكان يقدرون يستخدمون الخدمة وما يحتاجون أن يجون عندنا الهيئة. ممتاز، وإن شاء الله بنتكلم أكثر عنها. هي لا ما شاء الله، وبنتكلم أكثر عنها مع الدكتور مروان الملا إن شاء الله في الفقرة إن شاء القادمة. الله. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول الخميس هو ختام أسبوع حافل بالإنجازات والعمل، اكسر روتين الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع وقم بعمل في عطلتك أي نشاط تحبه لا يتعلق بعملك. نحن مشكلتنا نخلي دواماتنا ويانا 24 ساعة، لما نيجي دوام يوم الأحد نحس عمرنا تعبانين. على الأقل لو أنت عندك دوامك وايد ضغط أو طبيعة عملك، خذ لك على الأقل كم من ساعة مع نفسك. صحيح. سوي هواية أنت تحبها، يعني ما نقول حق الأشخاص تشتغلون، بس عط نفسك يعني شوية وقت. يعني نفس ما قلتي، يعني حتى لو ساعة أو ساعتين تراها بالعكس تعطيك طاقة لساعات أكثر، بتقدم أكثر يعني فيها خلال الساعات خلال الأيام الجاية. لما يجهد نفسه وبيجي بعد ما بيجري على الوقت، ويعني هالأشياء كلها تستوي. فأنت عط نفسك وقتها وارتاح، ودمت بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. اسمع الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا مستمعينا، فقرة السوشيال ميديا. بننتقل لفقرتنا التوعوية، واليوم بنتكلم كذلك عن شيء الجميع الاهتمامات فيه، وخاصة الحين في الشتاء بتلاحظون معظمنا ابتدينا ندخله في كمشروب، ما أقولكم يوم، بس يعني نعتمد عليه أكثر شيء في فترة الشتاء، يعطينا دفء. وحتى بخصوص الناس اللي عندها زكام أو عندها رشح أو عندها كحة، دائما ننصح فيه، اللي هو زنجبيل. وطبعا في ناس كثيرة تدخل حتى في أكلات أو في حلويات، يعطي نكهة جميلة للحلويات، يعني مثل البسكوت أو الكوكيز. وفي ناس تدخل كمشروب، يا إما إضافة للحليب أو أو شربة كمشروب، يعني نفس الشاي. فبنتكلم أكثر عن فوائد الزنجبيل، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمياء مصطفوي. صبحت الله بالخير أستاذة لمياء. صباح النور، هلا حبيبتي. أهلا أستاذ، الله يعافيك، صباحك نور وسرور. طبعا موضوعنا اليوم شيق، وله عن الزنجبيل وفوائده. طبعا خلال هالفترة يمكن معظمنا نحب نشربه، يعني لطعمه الدافي ونكهته المميزة، فحابين نتعرف أكثر عن فوائده. خليني أول شيء أعرف المستمعين إن شو هي الزنجبيل. نعم، الزنجبيل هي أعشاب طبية يتم إعادة استخدام جذوره كتوابل، ويمكن تناوله طازج أو شراب منقوع أو مغلي، أو حتى استخدامه كمسحوقة أو يعني زيتة لأغراض العلاجية. نعم. يتم استخدام الزنجبيل كعلاج تقليدي من آلاف السنين، اشتهر فيه الأطباء الصينيين الهنود بكونه يعالج وايد من المشاكل الصحية. زين، بقول لك أنا فوائد الزنجبيل، بقول لك فوائد اللي هي على حسب التجارب والدراسات، بقول لك فوائد اللي هي على حسب فوائدها الطبية. بستخدم بتكلم أول شيء عن فوائدها اللي حسب التجارب والدراسات، اللي ممكن الحصول المزيد عن طريق تناوله كمغلي أو مغلي أو زيت أو استخدام مسحوقة. يعني إنزين، شو هي فوائده؟ أول شيء تخفيف الوزن، اللي المجتمع كله هم وسهله اليوم. تخفيف الوزن، إنزين، هذا أولاً. الشيء الثاني الحفاظ على مستويات ضغط الدم. ممتاز. محافظة أعراض القولون العصبي، مفيد لمرضى السكر. كيف؟ إنهم ما يتجاوزون عن 4 جرام من الزنجبيل يومياً عشان ما تأثر عليهم بأثار سلبي. نعم. الشيء يصير لهم هبوط. بعدين جيد لمرضى السرطان، يعالج الصداع. إنزين، مثل ما تفضلت أنت من أول قلتي هو علاج الزكام. نعم. بعدين التخلص من مشاكل الشعر،
والعناية بالبشرة يساعد في تشخيص البشرة. أنا تكلمت حاليا عن التجارب اللي يسوونها الناس ودراسات عشان الزنجبيل. إنزين شو فوائدها الطبية؟ فوائدها الطبية في الجهاز الهضمي مثل ما ذكرنا في قبل. نعم. أمراض علاج الالتهابات وأمراض المفاصل. نعم. هو وايد ينصحون فيه للنساء. ليش؟ لأن فيها مضادات الأكسدة اللي يحتويها الزنجبيل اللي تساهم في وقاية بعض أمراض السرطان. بسم الله علينا وعليكم، خاصة مثل سرطان الرحم أو المبيض اللي تكون أكثر شيء عند النساء. يعني أشياء كثيرة. يعني أشياء كثيرة. هو جميل طرقتي الأشياء المهمة كذلك، يعني سواء التجريبية يعني أو الطبية كذلك. أو الطبية. إنزين. في بعدين في لها علاج، علاج حب الشباب. وحتى غير عن كذي إن مكافحة علامات الشيخوخة. وشيء وايد فعلا مهم لنا إحنا هالأيام. الزنجبيل هي لصحة القلب والشرايين وتقلل من الكوليسترول. كيف يستخدم الزنجبيل للحامل؟ في وايد ناس يقولوا والله حامل في جوحة خذي زنجبيل. نعم. أوكي تأخذ زنجبيل بس ما تكثر منه. صح، خاصة للقثيان اللي يصيب الحوامل يعني الحوامل. بس الناس يعني في يعني هو يساعد، بس في ناس بتدت تتخوف من تقولك حار أو تقولك مو مناسب. بالضبط. نعم. عشان تأخذينها بكميات بسيطة فعلا، خاصة أول أشهر. نعم. عشان بس يريحت شوي، بس ما تأخذينها بكمية. يعني مثل ما قلت إحنا نقول قطعة صغيرة في دلة كاملة. صحيح، لأن نكهتها بعد كذلك نكهتها قوية. نكهتها قوية. زين كيف نقدر إحنا نستخدم الزنجبيل هذا؟ نعم. نقدر نستخدمه تناول جذور الزنجبيل الطازج. نعم. أو نقع الزنجبيل أو غلية. نعم. زين تناول عصير جذور الزنجبيل أو يستخدم كنوع من تتبيلة في الأكل مثل ما أنت قلتي في الحلويات. مرات يستخدم مسحوق الزنجبيل. نعم. أو زيت الزنجبيل. صح. إنزين. فتكلمنا عن أضراره، تكلمنا عن كيف نستخدمه، نتكلم شوية عن فوائده قصدي. نعم. نتكلم شوية عن أضراره. أضراره مثل شنو؟ يصير للأعراض ما اللي يزيد الحدة. نعم. يصير لهبوط في مستويات السكر مثل ما أنا ذكرت من البداية. نعم. تميع ولزوجة في الدم. نعم. الإصابة بحموضة في المعدة. نعم. وفي في أكلات ناكلها تعارض الزنجبيل مثل شو؟ البقدونس، الحلبة، القرنفل، الفلفل الأحمر، الثوم، البصل. تعارض بمعنى أن تقلل امتصاص يعني امتصاصه وفوائد تقل. نعم. الفوائد. شكرا على هالمعلومة، لأن كثير يعني ما نعرف أن مرات هاي المعلومة تخفى على ناس كثيرة، أن تستخدم الشيء وتستخدم أشياء ثانية تقلل من امتصاص الشيء. تقلل من الفوائد وإحنا ما استفدت منه. صحيح. الأستاذ رمية بخصوص الأطفال، يعني متى يقدر الواحد يدخله وكيف يدخله لهم؟ في الأطفال هو أحسن شيء يعني تدخلينه بعد السنة. نعم. سنة سنة ونص. إذن كيف تدخلين هيا؟ يا في الأكل شوية تزيدين كتوابل في الأكل. نعم. أو تغلي لهم يا بس تخففينه وايد تخففينه. نعم. فعصص كلمة أخيرة توجهينها. نعم. قبل ما أنا أعطيك كلمتي. نعم. الأخيرة أعطيك بس شوية عن القيمة الغذائية للزنجبيل. إذا بنختصرها في دقيقة لأن الوقت داهم. إن شاء الله في بيتك. الـ 100 جرام من الزنجبيل فيها. نعم. 80 سعرة حرارية، فيها 0.7 دهون. نعم. الألياف اللي فيها تكون عالية، فيها 2 جرام ألياف. الكربوهيدرات تكون فيها 18 جرام. وآخر شيء أقولك إياها أن الزنجبيل يحتوي على مواد مضادة للالتهابات اللي يمكن تخفف من التهاب المفاصل، ويحتوي على مضاد الأكسدة ومضاد للسرطان. ممتاز، وهاي فوائد كثيرة والحمد لله متواجد يعني في كل البيوت تقريبا. هي وسهل الاستخدام. الحمد لله. الحمد لله. أستاذة لميا مصطفى واختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. شكرا لك.
مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعوية وتكلمنا عن الزنجبيل وفوائد الزنجبيل. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. الحين في فقرتنا بنتحدث أكثر عن نظام تراخيص المهنيين الصحيين الذكي. تقدم هيئة الصحة بدبي مبادرة نظام تراخيص المهنيين الصحيين الذكي، واللي تعتمد على تفعيل نظام إلكتروني ذكي لترخيص الأفراد من فئة المهنيين الصحيين، سواء كانوا أطباء، صيادة، ممرضين وغيرهم، وتساهم في تقديم الخدمة بإجراءات بسيطة وميسرة تضمن السرعة والدقة من خلال هذه المبادرة. وتم تطوير أداة التقييم الذاتي للأفراد اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، واختصرت الخطوات من 6 إلى خطوة واحدة فقط. كما تم الربط الآتي مع 9 أنظمة داخلية وخارجية، مما يسمح بنقل البيانات بشكل آمن وبما يضمن النزاهة والشفافية. وساهمت هالمبادرة في رفع نتيجة سعادة المتعاملين إلى 95%. وفي ضوء ذلك تم ترشيح مبادرة نظام تراخيص المهنيين الصحيين الذكي للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية ضمن 9 مبادرات أخرى لجهات حكومية في دبي. للتعرف إلى تفاصيل المبادرة وأهميتها، يسعدنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور مروان الملة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور مروان. صبحت الله بالنور أختي. الله يسلمك دكتور. طبعا نظام التراخيص، تراخيص المهنيين الصحيين الذكي، حابين نتعرف عليه أكثر وناخذ فكرة عامة عنه. نحن لله الحمد في هيئة الصحة بدبي يعني أصبحنا منصة مثالية للأفكار والمبادرات المبتكرة. ومثل ما تعرفين دبي يعني من مكانة دبي وقدرتها على جذب المهنيين الصحيين من جميع أنحاء العالم، فنحن كان لازم نطور برنامج التراخيص للمهنيين حتى إن نسمح للمهنيين أن يقدمون على الترخيص من جميع أنحاء العالم ويستكملون جميع خطوات الترخيص وهم في بلادهم. صحيح. وفي نفس الوقت أدخلنا العديد من التقنيات والأفكار الإبداعية مثل الذكاء الاصطناعي، سواء حق التقييم الذاتي أو حق المحادثة الإلكترونية. ممتاز. يعني وفي نفس الوقت نحن يعني ما اختصرنا الخطوات، في مثلا اللي تكلمت عنه في تسجيل المهنيين الصحيين كان 6 خطوات اختصرناها الى خطوه واحده، وهواي يسهل على الشخص يعني يدخل النظام في خطوه واحده بدل ما كانت 6 خطوات. صحيح. وبعد يعني استحدثنا شيء اسمه سجل دبي الصحي. المهني الصحي يقدر يتسجل في النظام هذا. نعم. يعرض معلوماته ان العيادات او المستشفيات في دبي، اذا حاب يعني يدور الدكتور او ممرض او اخصائي علاج طبيعي يقدرون يتواصلون مع هذا الشخص انه خلاص استكمل جميع خطوات الترخيص ويعني يقدر يدبي ويترخص على طول. هذا مثل ما نقول يعني الاي جوب او منصه للوظائف. بعد ممتاز. هذه خدمه مفيده جدا للمجتمع ان يقدرون يدخلوا على موقع الهيئه او الابلكيشن نظام الالكتروني للهيئه والدي اتش اي على الهواتف الذكيه، ويقدر يدخل على سجل دبي الصحي ويشوف هذا الطبيب مرخص وشو تخصصه وشو المسمى، هل هو استشاري او اخصائي ووين يشتغل. هذه الخدمة جدا مفيدة، وبعد موجودة هالخدمة في تطبيق دبي الآن، دبي ناو. ممتاز. دكتور ممكن تعطينا موجز عن النظام الذكي اللي ترتكز عليه هذه المبادرة؟ النظام يعني في أحدث التقنيات. نعم. وحتى يعني سواء قلنا الذكاء الاصطناعي، الشات بوت والمحادثة الذكية، وبعد يعني نحن سباقين إن حاطين إن التواصل مع الأنظمة الثانية عن طريق البلوك تشين. زين. على حسب الأنظمة الثانية لما تكون جاهزة يقدرون يربطون معنا بتقنية البلوك تشين. يعني نحن ما نعتبر هذا بس مجرد نظام، يكون مثل محفظة للمهنة الصحية.
لما يدخل على النظام هذا يشوف الأشياء المهمة بالنسبة له يعني، وحتى الموظف لما يدخل يكون يعني مصمم بطريقة تخدم المتعامل سواء كان الموظف أو كان المهني الصحي. ونفس الشيء بعد في نافذة خاصة للعيادات والمستشفيات، فلكل طرف من أطراف النظام هذا له نافذة يعني مناسبة له والاحتياجاته. ممتاز، يعني تخدم كل احتياجات الطاقم الطبي يعني لتجديد هذا الترخيص بطريقة سهلة وميسرة للجميع. صحيح صحيح، حتى رصيد الإجازات المرضية، حتى مثلا إذا الطبيب راح وعمل ساعات تعليم طبي مستمر يقدر يدخل ويخلي يخزن عند الساعات ويزيد من رصيد الساعات، لأنه عند التجديد السنوي مطلوب منه عدد ساعات معينة. صحيح، يعني بشكل دوري يحطه، ما ينتظر لين نهاية السنة ويحط الساعات مرة واحدة. هاي سهل على الشخص كثير، يعني يوصل لنهاية السنة خلاص يوم يجدد يعني أشياء بسيطة يحتاجها. صحيح صحيح، يعني نحن نقول كسة زر لأنه خلاص استوفى كل الشروط. صحيح دكتور، طبعا لكل نظام له أهداف، أنت ذكرت لنا خلال المحادثة بعض من أهداف نظام تراخيص المهنية الصحيين الذكي، فحابين نتعرف أكثر على هذه الأهداف. نحن يعني هدفنا الأساسي حماية صحة المجتمع. نعم. والهدف الثاني تشجيع الاستثمار الطبي والمحافظة على الاستثمار ودعمه. فهذا النظام يخدم هذه الأهداف، يخدم المريض اللي يبي يعرف هذا الطبيب وين يشتغل وشو تخصصه، يخدم الطبيب من خارج الدولة أن يقدر يتحصل على الترخيص بطريقة سهلة. نعم. فيها يعني مرونة وفيها نستوفي كل شروط الترخيص بس بطريقة بالاعتماد على يعني الذكاء الاصطناعي وعلى أحدث التقنيات أن خطوات الترخيص تكون أفضل. ممتاز. وأسهل يعني، وفي نفس الوقت بعد تدعم المستثمر الصحي أنه يقدر يدخل على سجل دبي الصحي ويشوف الناس اللي أو المهنيين الصحيين اللي يعني عندهم التخصص أو الترخيص. نعم. ويقدرون يتواصلوا مع بعض في مثل الوظائف الإلكترونية هذا. ممتاز دكتور، بالنسبة للفئات اللي تخدمها هذه المبادرة كذلك؟ المهني الصحي بجميع أنواع، يعني الطبيب والممرض، الفئات المساندة، حتى الطب البديل. نعم. والجهة الثانية المنشآت الصحية بعد تخدمهم. نعم. وبعد تخدم المرضى، ومع شركائنا الاستراتيجيين بعد فيها يعني خدمة لهم سواء كان مؤسسة دبي للضمان الصحي، للدائرة الاقتصادية، فلأن هذا النظام مرتبط مع 9 أنظمة فتخدمهم بعد يعني. صحيح. بطريقة آنية يعني الأنظمة تتكلم مع بعض وخلاص، يعني يعرف إذا هذا الطبيب ترخيصه صار المفعول يحق له يأخذ التأمين الصحي. نعم دكتور، هل لاحظتوا أي أثر واضح لهاي المبادرة على خدمة الناس وسعادتهم؟ طبعا يعني احنا واحدة من المؤشرات اللي عندنا سعادة المتعاملين يعني وصلت الحمد لله 95%. 95% صحيح. يعني حتى يعني الحضور الشخصي للمركز، مركز الخدمة عندنا ومركز سعادة المتعاملين قل، لأن المتعامل يقدر يخلص على كل الخطوات ويحصل على يعني جميع المعلومات عن طريق النظام هذا. وفي أي مكان يعني في أي مكان يقدر يعني أن يجدد لايسنة أو ترخيصه أو يتعرف كذلك على الأشياء اللي مطلوبة له في أي مكان كان وفي أي وقت كذلك. صحيح صحيح، وهالشيء وايد سهل على الجميع يعني لتجديد التراخيص الطبية والصحية، خاصة اللي يشتغلون في هالمجال يعني هذا شيء مطلوب منهم يعني تقريبا سنويا، فهالشيء وايد سهل عليهم لأنه ما نفس ما قلت أنت ما بيضطر يجي للمكتب، في أي وقت يقدر حتى في يعني في أي وقت يقدر يستخدم النظام ويدخل الأشياء اللي مطلوبة عشان يستلم ترخيصه. صحيح. كلمة أخيرة دكتور مروان تقدمها للمستمعين. نحن يعني دائما نطمح للتطوير ويعني تسهيل الأعمال في القطاع الصحي في طبي، وفي نفس الوقت بعد يعني حماية صحة المجتمع، وهذا النظام هذا أعتبره البداية يعني. نعم. ودائما راح نبني عليه ونطور عليه ونوصل لمراحل أفضل للجميع إن شاء الله. إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. الدكتور مروان المنلل المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك.
مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص نظام تراخيص المهنيين الصحيين الذكي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا في بداية فقرتنا الثالثة أذكركم مرة ثانية بحملة دمي لوطني اللي مستمر إن شاء الله لين 16 ديسمبر 2019. طبعا كنا عارفين أهمية التبرع بالدم، ونفس ما ذكرنا لكم أنه مو بالشخص واحد، يعني الكمية اللي بيتبرع فيها شخص بتتوزع على 3 أشخاص والجميع بيكونون محتاجينها وإنقاذ حياة شخص، وخاصة إذا كنا ما نعرف، يعني هذه جدا كبيرة في حياتنا. بالنسبة لفقرتنا الحين بنتكلم أكثر عن انفتاح هيئة الصحة بدبي على العالم. تحرص هيئة الصحة بدبي على الانفتاح على العالم ومؤسسات الصحية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونقل المعرفة بما يخدم توجهاتها وأهداف التطوير الرامية إلى تحسين جودة الحياة ومستقبل صحة أفضل. وتعمل الهيئة في هالاتجاه على أكثر من مسار، من بينها الزيارات الخارجية للدول والمدن العالمية، إلى جانب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لبناء علاقات استراتيجية جديدة وفتح قنوات التواصل وآفاق تعاون مستمر. وللتعرف إلى سياسة هيئة الصحة بدبي في هذا الشأن يسرنا يكون اليوم ويانا عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور محمد. بالنور والسرور. هلا دكتور. دكتور، حابين نتعرف وناخذ لمحة عن سياسة الانفتاح اللي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها. طبعا زيارة الهند مب أول زيارة تكون بها هيئة الصحة إلى دولة أخرى. كانت عندنا زيارة إلى أمريكا قبلها، وكان عندنا زيارة إلى المملكة العربية السعودية وإلى مملكة البحرين أيضا، وهذه الزيارة إلى الهند تأتي أيضا ضمن سلسلة مثل ما تفضلت الانفتاح على العالم. لا شك أن تبادل الخبرات والزيارات الميدانية والمقارنات المعيارية بيننا وبين مؤسسات ثانية رائدة في العالم تأتي بثمارها من حيث أن المعرفة، نقل المعرفة، تبادل الخبرات، والتعرف أيضا على شخصيات لهم بصمة في مجال الصحة. زيارة الهند كانت في الأسبوع الماضي إلى 3 مدن في الهند، كوتشي وبنغلور وبمبي. وأيضا يعني هذه الزيارة تضمنت توقيع 3 اتفاقيات تعاون، أحدها كان مع مستشفى كوكيلا بن أمباني في بمبي، كان لتبادل الخبرات والتدريب أيضا. لا ننسى أن محور التدريب هو من أهم المحاور لهذه الزيارة. نعم. وكان أيضا عندنا تبادل الخبرات والتعاون الدولي بين مستشفيين هم أبولو وأيضا مستشفى في بي اس في كوتشين. فبالتالي هذه الاتفاقيات تصب في محور الشراكات العالمية اللي يهتم فيها برنامج دبي للتميز الحكومي. ممتاز دكتور، ذكرت لنا أن كانت في 3 اتفاقيات تعاون، فشو أنواع أو مجالات التعاون الأخرى اللي تركز عليها الهيئة حاليا في انفتاحها على العالم؟ يعني انفتاح الهيئة على العالم يأتي في جميع المجالات. يعني لو شفنا أن زيارة أمريكا قبل 2 سنين كان فيها اتفاقية للتعاون لبناء مركز القلب وأيضا بناء مركز لعلاج السرطان، وأيضا هذه الزيارة تأتي ضمن هذه السلسلة لانفتاح العالم وتبادل الخبرات، بحيث أن تبادل الخبرات يأتي في مجال زراعة الأعضاء والتدريب. التدريب في الهند مثل ما تعرفين قوي جدا. صحيح. وعندهم مؤسسات رائدة عمرها يمكن أكثر من 40-50 سنة وحتى أكثر، فمجال التدريب عندهم جدا جدا قوي. تأتي اتفاقية تعاون بيننا وبين مستشفى كوكيلا بن أمباني في بومبي، من أقوى الاتفاقيات إن شاء الله اللي بنشوف استمارها في مجال التدريب إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، طبعا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجال الصحي لها أهمية وقيمة كبيرة، فحابين نتعرف أكثر على قيمة وأهمية تبادل هالخبرات والتجارب بين الهيئة والمؤسسات الصحية العالمية. من أهم الاجتماعات اللي صارت في الزيارة مع معالي وزيرة الصحة وتنمية المجتمع، وكانت أيضا
يعني يمكن أكثر من اجتماع معها ومع فريق عملها لتبادل خبرات في مجال السياسات ووضع الأطر والحوكمة في مجالات الصحة. طبعا نتعلم كثير من الإخوان في الهند بحيث أنهم عندهم الحجم والبعد الجغرافي أيضا في جمهورية الهند بين ولاية وأخرى، وعدد السكان أيضا جمهورية الهند اليوم فيها أكثر من 1.3 مليار نسمة، كيف يوفرون خدمات لهم وكيف ممكن أنهم أيضا يطلعون بتميز عالي؟ يعني في بعض المستشفيات اللي زرناها كان عندها أجهزة متقدمة لآخر درجة، يعني حتى تفاجأنا أنها وجود أجهزة مثل هذه قد تكون نادرة في العالم كله بس موجودة في الهند. فهذا التميز وهذا التباعد بين توفير الخدمة البسيطة وأيضا توفير الخدمات المتميزة ل1.3 مليار نسمة في الهند، حبينا نتعرف عليهم وما قصروا الإخوان هناك سواء من معالي وزيرة الصحة وتنمية المجتمع أو الإخوان في المؤسسات الخيرية أو في المؤسسات الطبية الرائدة اللي بعضها عندنا موجود هنا في الإمارات، فحبينا نتعرف عليهم أكثر وعن قرب، والحمد لله ما شفنا منهم إلا يعني كل ترحيب وكل تعاون صراحة، سواء كانوا حتى من الإخوان من سفارة دولة الإمارات في دلهي والإخوان أيضا في القنصليات، قنصليتنا في بومبي وقنصليتنا أيضا في تريفاندرم، كل الدعم كان متوفر لتبادل هذه الخبرات لأهمية الموضوع. صحيح. أهمية موضوع الصحة اليوم يعني يأتي يمكن على أولويات جميع الدول، ما بقدر أقول بس دولة من أخرى، لكن جميع الدول اليوم اللي تشوفين الصحة من أهم الأولويات عندنا. صحيح، لأن ما في شيء أغلى من صحة الشخص، يعني سبحان الله. والنمط الصحي أو المجال الصحي فيه تطور بطريقة كبيرة وسريعة كذلك، متسارع. نعم، يعني حتى شفنا التطور اللي صار عندهم في آخر يمكن 5 سنوات، تطور هائل، ويعني وخدمتهم للأعداد هذه الضخمة من البشر. صحيح. وبحتى تكلفة قليلة، يعني حتى كنا متهمين نحن إن كيف نقدر نقلل تكلفتنا، عارفين دائما الدول تعاني من زيادة التكلفة. صحيح صحيح، سواء الخدمات الدوائية أو الخدمات الطبية أو الأجهزة حتى، فشفنا كثير من الابتكارات عندهم بعشر التكلفة اللي توفرها دول أخرى. فصراحة كانت زيارة مميزة بقيادة معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة والوفد المرافق له، بحيث أن تبادل الخبرات صار من الجانبين، يعني حتى هم كانوا يستفيدون من زيارتنا لهم ويسألونا بعض الأسئلة أن كيف أنتم في دولة الإمارات استفدتوا من تجارب كثيرة وتعلمتوا من تجارب كثيرة وطبقتوا الكثير. صحيح، وخاصة في مجالنا الصحي، يعني سبحان الله في كل فئة وفي كل دولة يمكن نمط أو النظام الصحي يختلف عن الدولة الثانية، فهذا جميل. صحيح. واحد يأخذ خبرات من كذا منطقة أو كذا دولة. ونفس شفنا كثير من التجارب هناك أو حتى المؤسسات الطبية حد منها كان خيري فتعلمنا من الموديل الخيري هذا، وحد منها كان تجاري أو خاص فتعلمنا من هذا الموديل، وأيضا حد من كان موديل حكومي بحت، وحد منه كان حكومي وتحول إلى خيري. فهذا التباين أو التبادل بين النماذج الموجودة واللي كلها تقريبا قد تكون ناجحة في الهند كان له يعني تعلم كبير من قبل الوفد المرافق، وحتى هم كانوا يعني مهتمين بأنهم هم يتعلمون من خبراتنا نحن في إمارة دبي. ممتاز. وفي نقطة مهمة كذلك ذكرتها دكتور، الأعداد الكبيرة اللي يشوفونها يمكن يوميا في منشآتهم الصحية كذلك، فهذا يخدم كثيرا في سرعة تقديم الخدمة. صحيح، يعني إذا أخذنا بس على مستوى تقديم الخدمات للأطفال هناك وبالأخص على موضوع القلب. نعم. جمهورية الهند عندهم 25 مليون ولادة سنويا، ما شاء الله. من 25 مليون ولادة سنويا 1000 طفل يولدون ب يعني تشوه خلقي في القلب. نعم، وعدد كبير يعني مش صغير. ألف طفل يولد سنويا عنده سواء كان ثقب في القلب أو تترالجي أوف فالت اللي هي رباعية فالو أو الأمراض كلها، وكانوا معالجينهم كلهم. فشفنا أطفال على عمر يوم أو يومين حتى كان توم سوي لهم عمليات، فأعداد مهولة كانت.
وهذه الأحداث طبعا تصقل المهارة هناك. صحيح. وأيضا تنزل الكلفة، وسرعة الخدمة عندهم أيضا شيء شفنا يعني ولمسناه، بحيث أن المريض ما يطول في المستشفى. صحيح، أنه وهالشيء معظم المرضى يعني يعني يفضلونه، أن سرعة الخدمة وكذلك أنه ما يطول في المستشفى خاصة بعد العمليات الجراحية. صحيح. دكتور محمد، حدثنا أنت عن زيارات خارجية كذلك لدول أخرى، فممكن تعطينا أكثر عن نماذج من الزيارات الخارجية الناجحة للهيئة؟ والله من الزيارات الناجحة كانت لمملكة السعودية قبل تقريبا 4 أسابيع، كانت بدعوة من معالي وزير الصحة معالي توفيق ربيعة، وكانت يعني من أهم المحاور لهذه الزيارة اللي هي تطوير السياسات ونظم الحوكمة. فشفنا عندهم سواء كان وزارة الصحة في السعودية أو حتى الهيئة العامة للدواء والتغذية اللي هي يسمونها السعودي FDA اللي هي مماثلة للـ FDA في الولايات المتحدة. فشفنا أنهم عاملين شغل جبار صراحة، وأيضا نظام الشراء الموحد على مستوى المملكة، بحيث أن هذا الشراء الموحد ينزل التكلفة ويوفر الجهاز أو الدواء بسرعة كبيرة للشخص اللي يطلب. أيضا نتحدث عن ما شاء الله الحجم والعدد في المملكة العربية السعودية، نشوف أن عندهم أكثر من 200 مستشفى ويعني يخدمون جهات كبيرة. البعد الجغرافي أيضا بين المدن اللي يخدمونها في المملكة العربية السعودية، وكان الاعتماد على تقنية المعلومات صراحة بشكل كبير، سواء كانت لخدمات الخدمات الطبية أو لطلب الأجهزة أو لتوحيد المعلومات من ناحية التحكم وغرف التحكم. فأيضا البعد الجغرافي للمملكة العربية السعودية فادنا وتعلمنا منه الكثير، ولهم أيضا زيارة قريبة إلى الدولة إن شاء الله، وجاري الترتيب مع معالي فريق معالي الوزير وزير الصحة، بحيث أننا نستضيف الفريق من وزارة الصحة السعودية إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور محمد، وصراحة هذه تبادل الخبرات كذلك، وخاصة في المجال الصحي لها دور كبير في تطويره، وكذلك في يعني أن يكون الشخص كذلك سباق ويتعرف أول بأول على المبادرات الطبية والصحية اللي موجودة حول العالم، يعني حتى لو ما انذكرت في ريسيرش أو في بحوث أو في مجالات أو مجالات طبية، على الأقل الواحد تحت عينه ويشوف كيف الخبرات والمجالات. وما شاء الله عليكم يعني ما فقط في الأشياء الحديثة، يعني حتى التركيز كان في خدمة المرضى حتى لو كانت الأعداد كبيرة، توفير الخدمة لأكبر عدد وفي أسرع وقت لجميع المرضى. تم زيارة 22 مؤسسة، ف22 مؤسسة شفنا الخدمات الطبية البسيطة اللي هي ذات التكلفة البسيطة، وأيضا شفنا الخدمات الطبية المتطورة اللي هي تتطلب أجهزة بالمليارات. فكان هذا التباين صراحة بين البسيط والمتميز شفناه ولمسناه في زيارة جمهورية الهند. هذا الشيء مثل ما تفضلتي أنه قد لا يكون يذكر في الريسيرش أو في الأبحاث أو جاري البحث عليه حتى. فحتى كانت لنا زيارة إلى أحد المسرعات في كيرلا، بحيث أنه شفنا كثير من الأجهزة المتطورة التي تقدم واللي مصنوعة هناك في جمهورية الهند. ممتاز. ومتميزة كانت جدا، وتأتي بكفاءة عالية وبتكلفة جدا جدا بسيطة. هذا هو الابتكار عندهم في جمهورية الهند، إن كيف تقدر تقدم عدد خدمة كبيرة لعدد كبير في بعد جغرافي كبير. صحيح. وبتكلفة قليلة. صحيح، وهذا صراحة ابتكار وإبداع في نفس الوقت. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. العفو. شكرا. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا في انفتاحية الصحة بدبي على العالم. ومثل ما ذكرنا دكتور محمد يعني الخبرات والتجارب اللي شافوها في خلال زيارتهم. المجال الصحي طبعا مجال مفتوح، ويوميا في أشياء جديدة تكون موجودة فيه، ويعتبر من أهم الأشياء اللي موجودة. يعني صحة الشخص لا تقارن بأي شيء ولا لها أي ثمن، فتبادل الخبرات الصحية والطبية لها دور كبير في تطوير هذا المجال.
المجال أكثر وأكثر. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله الأحد الجاي على نفس التوقيت 10:00 PM. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ومريحة كذلك. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الأخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.